اهلا بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهارده هنتكلم عن الحادثه المروعه اللي حصلت في الحريق المروع اللي حصل في كنيسه الشهيد ماركريوس ابي سيفين في امبابه في حي امبابه بالقاهره في 14 اغسطس 2022 اي في الذكرى التاسعه لحرق 62 كنيسه قبطيه وفض اعتصام رابعه رابعه فض فض اعتصام رابعه اللي هو اعتصام الاخوان المسلمين وده طبعا يعني ده حدث يعني مساله كانت جديره بان الاجهزه الامنيه اولا تأمن الكنائس ثانيا انها تبقى عندها كونسيرن وعندها شك في, في, في اللي حصل في الكنيسة ولكن عكس العالم كله بعد دقائق بعد دقائق من الحريق اللي حصل الساعة 9 صباحا بعد دقائق وزارة الخارجية مسؤولين الأمنيين في وزارة الخارجية قالوا سوري في وزارة الداخلية المصرية قالوا المسؤولين الأمنيين إن الحريق تم نتيجة ماس كهربائي مسألة الماس الكهربائي دي احنا على مدى 50 سنة هذا العام 2022 احنا بنحي ذكرى حرق أول كنيسة قبطية في 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 ظل الازمه تصاعد اضطهاد الاقباط في ظل ما تسمى الصحوه الاسلاميه وطبعا هذه الحريق حصل في 6 نوفمبر 1972 في كنيسه الخنكه في القاهره، يعني كنيسه ما بين كنيسه الخنكه 1972 وكنيسه ابو سيفين 2022 50 سنه من حرق الكنائس، حرق بعض الكنائس اتحرقت بـ بـ بفاعل من اجهزه الدوله نفسها زي الخنكه ده مثلا بعد أو من اجهزه او بإشراف اجهزه امن الدوله بمعنى اصح يعني وبعض الكنائس اتحرقت من الاسلاميين المتطرفين وبعض الكنائس حصل طبيعي نتيجه مسائل اهمال او غير كده يعني في ثلاث اسباب رئيسيه لحرق هذه الكنائس على مدى خمسين سنة ولكن على مدى خمسين سنة يظل المسألة الأساسية البيان اللي يطلع مس كهربائي مس كهربائي مس كهربائي يعني المتهم الأول سواء الجماعات الإسلامية اللي حرقت أو سواء الدولة اللي حرقت بأجهزتها الأمنية أو سواء نتيجة إهمال في كل الأحوال البيان واضح لدرجة أن في صحفي قبطي بيشرف على موقع قبطي أمني كانوا مسميينه صحفي المس الكهربائي بعد دقائق دقائق من اي حريقه في الكنيسه يقول مس كهربائي مس كهربائي يعتمد الروايه الامن الرسميه كمس كهربائي ولانه قبطي عاوزينه يوصل الرساله بسرعه للاباط انه مس كهربائي. في مصر فيه حوالي 3000 الى 4000 كنيسه مئات منهم مئات الكنائس حرقت في الخمسين سنة الأخيرة احنا بنتكلم على خمسين سنة مئات الكنائس وأنا سأقدم حلقة في نوفمبر 2022 بمناسبة خمسين سنة على حادثة الخانكة مئات الكنائس حرقت والمس الكهربائي متهم مئات الكنائس حرقت في حين أن لم يحرق مسجد واحد لأن ربط ما بيحرقوش حاجة لا يحرقوا ولا يدمروا ولا يعملوا أي شيء في في مصر حوالي نص مليون مسجد ومصلى وزاوية وكل المساجد والمساجد الأهلية والمساجد اللي في العمارات والمساجد اللي تحت عمارة والمساجد كلها كلها فيها أجهزة تكييف وكلها الكثير منها اتبنى خارج المواصفات وبطريقة عشوائية أجهزة التكييف بتشتغل في المساجد سبع أيام في الأسبوع لأن بيصلوا الظهر والخمس مرات وبين الصلوات نا تبقى ناس متواجدة في صحن المسجد فبيبقى نايمين في التكييف فالتكييف شغال على طول في المساجد سبع ايام زي الكنائس، ومع هذا لم يحدث ابدا ان حصلت حريقه في مسجد نتيجه مس كهربائي، او طبعا لم تحدث حريقه نتيجه اعتداء الاعباط على مسجد، ولم تحدث حريقه طبعا نتيجه ان الدوله قامت بكده، خلي بالكم انا دايما بقول ان في حوادث قامت بها الدوله المصريه، في حوادث قام بها الارهابيين وفي حوادث بتحصل بطريقه عاديه. يعني حادثة كنيسة القديسين اللي في نهاية عهد مبارك نتيجة الأزمة اللي كان بيمر بها مبارك فدي حادثة قامت بها أجهزة الأمن أجهزة سيادية المهم المهم إن حادثة تفجيرات القديسين في ليلة رأس السنة هي حادثة أمنية الكوش حادثة أمنية الزاوية الحمراء حادثة أمنية منشيه ناصر حادثة أمنية مازبيرو أمنية يعني الدولة بأجهزتها الأمنية اللي قامت بهذا الموضوع وفي حوادث طبعا كتيره جدا جام بها المتطرفين المسلمين وفي حوادث حصلت بطريقه عاديه زي ما بتحصل في مجتمع متشابك فيه مسلمين ومسيحيين هذه الحوادث في حادثه ال ال كنيسه ابو سفين 2022 هي حادثه اولا لها لها انديكيشن خاص انها حصلت في ذكرى فض اعتصام رابعة 14 اغسطس وكان هذا جديرا بان يلفت انظار الجميع لان هناك على الاقل على الاقل كان يمكن طرح تساؤلات حول هذا الموضوع تطرح تساؤلات اما بعد دقائق ان تقول الاجهزه الامنيه المصريه انه مس كهربائي فهذا لن اقول قصورا ولكنه تعمد للتضليل حتى ولو كان مسا كهربائيا لا يقال بعد خمس دقائق ما يتقالش بعد خمس دقائق معناها ان ده تضليل مباشره تضليل لدرجه اني نجيب سويرس وهو شخص دائما داعم للدوله المصريه قال ان احنا لن ناخذ العزاء الا لما نعرف السبب الحقيقي للحريق اللي حصل واحد محترم ايضا زي الدكتور منير مجاهد رئيس جماعه مصريون ضد التمييز الديني كتب وقال يجب تقديم من قام بهذا الحريق الى العداله فورا، هو بيش وبيقول ان دي حادثه ان حادثه جايه في 14 اغسطس في فض اعتصام رابع انا بجيب لكم بس امثله، مثال قبطي شخصيه قبطيه شهيره ورجل اعمال شهير ومساند للدوله لا احد يستطيع ان يطعن في مساندته للدوله هو نجيب هو وشخص محترم ايضا مصري محترم مسلم محترم ورئيس جمعيه تعني بمقاومة التمييز الديني في مصر هو الدكتور محمد منير مجاهد وكلاهما بيقول ان ده سبب رئيسي انا انا لست جهة تحقيق ولكن انا بطرح التلات, أس... التلات اسباب رئيسية اللي ممكن الاحتمالات الثلاثة الرئيسية وراء هذا الحريق قد يكون فعلا مس كهربائي وقد يكون مس كهربائي وهذا يدين الدولة المصرية أيضا لأنها تضيق على الكنائس في مصر لدرجة أن منطقة زحمة جدا زي إمبابة وفيها كثافة مسيحية كنيسة مساحتها 130 متر فبيضطروا يتوسعوا رأسيا بدل أفقيا مش راضيين يبنوا فوق ويبنوا فوق ويكدسوا بدون عوامل أمان وده يدين الدولة المصرية إدانة كاملة بأنها بتضيق على حقوق العبادة للأغباط كنيسه في منطقه مزدحمه جدا هي منطقه امبابه، منطقه شعبيه وفيها كثافه مسيحيه كبيره، وحدثت فيها العديد والعديد من حوادث الهجوم على الاقباط، منذ ايام الطبال امبابه المشهور، ومنذ مطارده الاباط وقتل اباط في امبابه، وليس انتهاء بسنه 2011 اللي مات فيها عدد من الاقباط وحرقوا كنيستين في امبابه آه آه كنيسه العدره كنيستين في كبار في امبابه اتحرقوا في الوقت ده امبابه دي منطقه ملتهبه ومع هذا يستبعدوا كل العوامل اذا كانت نتيجه ان الدوله ما بتدهمش الا مساحه صغيره فيضطروا يتوسعوا راسيا بدون عوامل امان فالدولة المصرية هي المدانة، لو كانت الدولة المصرية هي اللي قامت بها بطريقة او باخرى عبر احد اجهزتها الامنية لتخفيف الاحتقان الشديد حاليا نتيجة الظروف الاقتصادية على النظام المصري يبقى الدولة مدانة، اذا كان الارهابيين هم اللي قاموا بها في ذكرى فضت تسامة رابعه يبقى الدولة مدانة لأنها هي المسؤولة عن الحفاظ على ال... يبقى الثلاث احتمالات أنا لا أرجح أي احتمال أنا لست جاه التحقيق ولا أتهم أحد ولكن أنا قلت الثلاث أسباب التاريخية اللي حصلت في الخمسين سنة الأخيرة للاعتداء وحرق كنائس الآباط وعلى فكرة مش هي أول كنيسة تحرق في سنة 2022 كل سنة كل سنة عدة كنائس يعني في يوليو 2022 حريق في كنيسة العمرانية وفي, وفي, و... وفي مايو 2021 كنيسة في العمرانية أربع ادوار كاملة اتحرقت وقالوا مصر كهربائي وسنة 2022 برضو في يوريا 22 في كنيسة العمرانية قالوا مصر كهربائي كنيسة ماريو يوحنا في يونيا 2022 في الاقصر قالوا مس كهربائي فكل سنه عده كنائس تحرق ويقولوا مس كهربائي انا عشان كده قلت مئات الكنائس طبعا احنا عارفين بعد فض اعتصام رابعه 62 كنيسه اتحرقت او مؤسسه مسيحيه للاباط وبالتالي هناك كما قلت ثلاث احتمالات لا رابعة لهم ان تكون فعلا نتيجه مس كهربائي ان تكون فعلا من 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 تدبير اجهزه الامنيه لتخفيف الاحتقان الاقتصادي في مصر والضغوط على النظام او تكون من الارهابيين نتيجه مساله وده يتطلب تحقيقات عادله لم نحصل على تحقيق عادل في اي حرق كنيسه حتى ال 62 كنيسه لم نحصل على تحقيق لم يظهر تحقيق اتهموا الاخوان بدون تحقيق وبالتالي لم نحصل على تحقيق في اي شيء في اي شيء طبعا في حوادث الاقباط الكبرى كلها لم نحصل على اي تحقيق، ما تريد ايصاله الاجهزه الامنيه التي تتحكم في الملف القبطي هي هو ما يعتبرونه يفرضوه على على العداله، مفيش عداله في مصر، مفيش فيش جهات تحقيق في مصر، ما فيش قضاء في مصر بيحقق في مسائل الاقباط، ما ما تقوله ما ابحاث في مصر ما فيش ابحاث في مصر وانا انا متذكر ان رئيس مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في الاهرام قال لي لا ملف الاباط مفروض عليه ما اقدرش ادي حد يتكلم فيه الا بالتنسيق مع اجهزه الامن السياديه مركز الاهرام للدراسات السياسيه حتى الندوات حتى الاخبار اللي تنشر في الصحف حتى كل شيء مسيطر عليه الاجهزه الامنيه في الملف القبطي وأذكركم أن على مدى خمسين عاما منذ الخنكة 1972 والملف القبطي في مصر هو ملف أمني موزع بين مجموعة من الأجهزة الأمنية ومرارا على مدى خمسين عاما نطالب بأن يكون ملفا سياسيا وليس ملفا أمنيا ورفضين أن يكون ملف وأذكركم بحاجة خطيرة جدا عشان أولا هو موزع بين جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية حاليا العسكرية واذكركم بشيء ثاني لما السادات حب يعمل بكش كده ويقول ان هو يصالح البابا ويزور الكدرائية بعت فريق من المخابرات قالوا علشان يامنوا رحله الرئيس الى الكتدرائيه ويشوفوا الامان في ايه؟ لكن لازم يامن هذا الموضوع. والسادات عمل حركتين اولا اكتشف الاقباط بعد ان خرج الرئيس وانتهت الزياره أن الفريق الذي جاء وضع أجهزة تنصت في جميع أرجاء الكدرائية أجهزة تنصت دقيقة وفريق قبطي من الخارج أيام البابا شتوتة كشف وتأكد أن هناك أجهزة تنصت في كل ركن من أركان الكدرائية هذا اللي عمله الرئيس السادات سنة لما زار الكدرائية وبعد ذلك أخذ المصلية بطريقة مسرحية ان وراح صلى في قلب الكدريه علشان وفرد البابا شنوده السجاده ومش عارف ايه ليه عشان يقول ان كل مصر هي مسجدا للمسلمين وان من حقنا نصلي في كل مكان اما الاقباط يقدروا يتجرؤوا ان يدخلوا مسجد بس طبعا لا هما بلدهم علشان كده كل مصر رفضت القانون الازهر رفض القانون الموحد لدور العباده قال لا تتساوى المساجد مع الكنائس وعملوا قانون مشوه غير دستوري وعنصري وحتى توفيق اوضاع الكنائس اللي هم كنائس مبنئة من مئات السنين عملوا لجنة لجنة حرب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس مباحث أمن الدولة كل دول عشان يوافقوا كنائس أوضاع كنائس موجودة من مئات السنين وطبعا هناك آلاف الأماكن في مصر التي تحتاج إلى كنائس ولا ومش بيعملوا كنائس وحتى لما عملوا كنيسة باموال الاقباط في العاصمه الاداريه الجديده عملوا كنيسه بتبرعات رجال اعمال اقباط كامله و... والمتحدث باسم العاصمه الاداريه خرج في البي بي سي وقال ولم ندفع مليما واحدا ولا سنتا واحدا في بناء الكدر... الكنيسه اللي سموها ميلاد المسيح واللي بيفتحوها على مزاجهم واللي بيفتحوها عشان يصلي بس رئيس الجمهوريه يزور رئيس الجمهوريه في عيد الميلاد واللي ممنوع ان حد ابت يدخلها الا بتصريح من الاجهزه الامنيه كنيسة زي كنائس الصين على كنيسة تأميم الكنيسة إلى الكنيسة الحكومية وليست الكنيسة القبطية هذه هي الحقائق هذه هي الحقائق وبالتالي نحن نتحدث عن عن محنة مستمرة من خمسين سنة هي حرق كنائس الأقباط بالثلاث عوامل التي ذكرتها وأكررها إما نتيجة خطأ اهمال داخل الكنيسه او نتيجه المتطرفين بيحرقوا الكنائس او نتيجه اجهزه الدوله نفسها بتحرق الكنائس هذه الاسباب الرئيسيه الثلاثه فقط لحرق الكنائس في مصر واحنا تعودنا ان لما يتقتل قبطي بعدها بدقائق يقولوا مهتز نفسيا مختل عقليا دي ما بقت اصبحت اصبحت قاعده يحصل حادث حريق في كنيسه بعدها بدقائق يقولوا مس كهربائي وفي الاخر خلص الافلات من العقاب وفي الاخر خالص غياب التحقيقات الشفافة وغياب العدالة وغياب كل شيء في ال هذه الكنيسة اتحرقت هذه الكنيسة اتحرقت في قبلها بايام كانوا شكلوا وزارة شكلوا وزارة تخلو من اي قبطي وزيرة بلا حقيبة وزارية يعني مش وزير وزيرة مفيش وزارة مفيش وزارة لا توجد وزارة قبطية المهندس نجيب سويرس الراجل الاعمال كتب ان 95% من الوزراء مسلمين، لا هو 100%، هي 100% من الوزارات مسلمه، الوزراء نفسهم 95% منهم مسلمين ولكن الوزارات نفسها 100% مسلمين لانها بلا وزاره، وجابوا وبيجيبوها قبطيه علشان تركروت، علشان انها تاثر على الآباط في الخارج تحديدا، وصحيفة العربي التي تصدر في لندن ذكرت الشهر الماضي أن نبيلة مكرم هي أكثر وزيرة نجحت في تجنيد مصريين لصالح الأجهزة الأمنية هذا على عهدة صحيفة العربي التي تصدر في لندن وطبعا هم ما يعني ما, ما قالوا مصريين بس هو طبعا الوضع على آباط يعني الأغلبية آباط اللي هو وفقا لصحيفة العربي التي تصدر في في على هذا هذا الخبر وفقا لصحيفه العربي ان هي جندت اكبر عدد من الاقباط يعني مصريين الاقباط في الخارج للاجهزه الامنيه ده اللي هي اسمها نبيله مكرم وجابوا واحده ابطية محلها بلا وزاره لم يحدث في تاريخ ناصر الحديث ان الاقباط يكونوا متدنيين في الوزارات كما حدث في عهد السيسي، حقيبه بلا حقيبه، وزيره بلا حقيبه وزيره، حتى في ايام مرسي كان في وزاره اقباط، مش مش حتى في ايام مرسي حتى اسوا من ايام مرسي فيما يتعلق بنصيب الاقباط في الوزارات. وطبعا الاجهزه الامنيه كما قلت لما نتكلم عن القتلة الأقباط اللي بتحصل بصفة دورية لا يخلو عام من عدة أقباط يتقتلوا في طول الوقت حتى في الجيش وفي الشرطة اتقتل واحنا اشرنا الى 13 قبطي قتلوا في العشر سنين الاخيرة داخل الجيش نتيجة التعصب استهدافهم على هويتهم الدينية ولم يقولوا المختل عقليا او انتحر في الجيش طبعا ما يقولوش مختل عقليا ما يقدروش يقولوا في الجيش مختل عقليا يقولوا ان القبط انتحر في الجيش يقولوا انتحر واي قبط يتقتل من في داخل داخل مصر من خارج الجيش يقولوا ده اللي قتله مختل عقليا المسائل الكهرباء الحرائق يقولوا مس كهربائي فيما يتعلق ب البنات البنات يقولوا ده ده راحت بمزاجها ده قصه حب بدون اي تحقيق بدون اي تحقيق بتواطؤ كامل يعني احنا طرحنا عبر الدكتوره مشيره لما قابلناها في واشنطن وطرحنا قبل كده من عشر سنين فكره اليه المجلس القومي لحقوق الانسان ان هو يشرف على حالات التحول الديني ويعطى فرصه ست شهور كامله قبل ان ي... للتاكد من الاراده الحره الاراده الحره للمتحول طبعا في شينك ما يدوش كده لان الاجهزه الامنيه بتسيطر على هذا الملف بتسيطر ترجع لنا حد حسب مزاجهم ترجع و... و... ورجعت والفتاه فلانه رجعت والفتاه فلانه رجعت وفت... و... وعشرة 10 يختفوا واحده ترجع وعشرة 10 يختفوا هذا هذا هو الموضوع في فيما يتعلق بحتى ال... كل شيء اللي يعتدي على الاباط يا لماذا مبروك عطيه وهيجوا شويه يقولوا ان هم تنويريين علشان ايه يوازنوا الموقف اما العقاب لا يوجد عقاب لا هل عقب دخل محامي قبطي شغال مع الامن يعلن في كل مره من هذا الموضوع ساتقدم غدا في بيان للنائب العام ضد مبروك عطيه ضد فلان ضد فلان ضد فلان ما حصلش ابدا في تاريخ مصر ان دخل شيخ آه وعوقب لانه آه هاجم المسيحيه او اصدار المسيحيه او آه رغم ان هم قالوا ان احنا ايام السادات عاملين القانون ده عشان حمايه المسيحيين من الازدراء وحمايه من التطاول ولكن التلفزيون المصري من ايام الشعراوي والكشك وفاتحين الدنيا كلها للاستهزاء بالمسيحيه الى مبروك عطيه ولم يعاقب شيخ واحد ابو اسلام احمد هو الوحيد الذي عوقب ليس لانه مزق الانجيل ولكن لانه مزق الانجيل امام السفاره الامريكيه، كانت رساله للامريكان وقال ساتبول على الانجيل وتظاهر امام السفاره الامريكيه، عوقب كرساله لامريكا ان احنا عاقبناه وليس للاقباط وليس احتراما لمشاعر الاقباط هذه الحاله الوحيده في تاريخ مصر الذي عوقب شيخ ولكن لم يعاقب لانه اصدر المسيحيه ولم يعاقب لانه تهجم على الاقباط ولم يعاقب لانه حرض على الاقباط التحريض على الاقباط يومي في مصر تكفير الاقباط يومي في مصر الاستهزاء بالمسيحيه وبالمقدسات المسيحيه والانجيل المحرف يومي في مصر بدون معاقبه اي احد بالتالي الاجهزه الامنيه وده يرجع ان الاجهزه الامنيه كما قلت ان الملف القبطي موزع بين عدد من الاجهزه الامنيه تتحكم فيه على مدى 50 50 عاما وفي نفس الوقت لا يوجد في هذه الاجهزه الامنيه السياديه قبطي واحد، ما فيش ولا قبطي واحد في هذه الاجهزه، ليه؟ هل الاقباط هل؟ ما هو فيش حاجه يا اما متشككين في ولاء الاقباط يا اما بيدبروا الامور الأقباط وعاوزين يخفوها ما فيش حل لت... مفيش ما حل ثالث غياب الاقباط تماما من الاجهزه السياديه و17 جهاز سيادي يعني أنا... يعني جهاز امن الدوله وجهاز المخابرات الحربيه وجهاز مخابرات مش عارف رئاسه الجمهوريه وجهاز مش عارف ايه والحرس الجمهوري كل ده و... 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 وطبعا والمخابرات العامه الجهاز الاكبر والاكثر غنى وكل وبت... كل ده لا يوجد قبط واحد في أجل... لا يوجد قبط واحد في هذه الاجهزه لا يوجد الا سببين لا سالس لهم، هم متشككين في ولاء الاقباط على العلم انه لم وحصلش في تاريخ مصر ان قبضوا على جاسوس قبطي بيعمل لصالح دوله اجنبيه. ولكن العكس حصل قبض على قبطي في الولايات المتحده الامريكيه لانه يعمل عميلا للحكومه المصريه بيير جرجس ومحاكمته في يناير 2023 وفصل من عمله ومستقبله ضاع وسيسجن نتيجه عمالته للحكومه المصريه. هذا وفي المهجر طبعا وفي المهجر هذه حقيقه واقعه من يعملون لصالح من الاقباط لصالح الدوله المصريه وجازتها الامنيه عشرات اضعاف من يدافعون عن حقوق الاقباط هذه حقيقه للاسف الشديد هذه حقيقه خلينا نكون نكون ده بالعكس ده علموا الاقباط يدافعوا عن الحكومه وليس عن حقوقهم علموا الاقباط كيف يدافعون عن الحكومه؟ الاقباط الامنيين كيف يدافعون عن الحكومه, الحكومة ويلتمسون الاعذار الوهميه بد بديلا من ان يدافعوا عن حقوق المظلومين. القيادات الدينيه في مصر من الطوائف الانجيليه والطوائف القبطيه دورهم الاساسي هو الكذب في الخارج عن اوضاع الاقباط في مصر. دورهم الاساسي هو الكذب رغم ان السيد المسيح رفض أن يقترب من الحكام ورفض أن السيد المسيح حاول هيرودس مرارا أن يق... يقابله،, يقابله رفض السيد المسيح وأطلق ما لقيصر لقيصر وما لله لله والمسافة ولكن الكنيسة المؤسسات الكنسية تلوثت بالسياسة منذ أن اقتربت من قسطنطين هذا موضوع طويل وأنا عملت عنه حلقة كيف أفسدت السياسة المؤسسة الكنسية عبر التاريخ مطلوب من الأقباط القبول التام للروايه الامنيه بدون طرح الاسئله المنطقيه حادثه الكنيسه دي تطرح فيه عشرات الاسئله المنطقيه ولكن المطلوب من الاقباط ان يقبلوا الروايه الامنيه ويصدقوا عليها وهذه الاجهزه الامنيه التي تخلو من قبط واحد وهذه الأمنية الأجهزة الأمنية التي تتحكم في الملف القبطي وهذه الأجهزة الأمنية التي أدارت عشرات الحوادث بنفسها ضد الأقباط ضد الأقباط تخيلوا مطلوب من الأقباط ومطلوب مننا لو احنا قلنا الحقيقة يبقى احنا ناس بتوع فتنة فتنة الفتنة في مصر هي أن تقول الحقيقة عن أوضاع الأقباط الفتنة في مصر أما الوحدة الوطنية أن تجذب فيما يتعلق بأوضاع الأقباط في مصر أن تكذب وأن لا تكون شاهدا للحق وأن تكون شخصا كذابا كذابا هذا الموضوع ده, ده حتى في كل الموضوع بعد بعد قبل أن يبدأ التحقيق يروح يروح فريق يزيل أثار الحادثة ويقول لك عشان عشان ننظف الكنيسه ومش عارفه نعمل الكنيسه وعملوا كده في كل حادثه يزيلوا الاثار حتى لو جاءت لجنه التحقيق لا تجد اي اثار هذا اللي بيحصل في كل الحوادث ما حدث في هذه الكنيسه هو يطرح العديد من الاسئله التي تحتاج الى اجابات واضحه والتي تحتاج الى لجنه تحقيق شفافه حوالي 45 قبطي ماتوا بالامس كان 41 في مجرد ما حصلت الحادثه اليوم قرات بعض لا اعرف مدى دقتها ان 45 وصل العدد اللي, 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 اللي ماتوا الى 45 بينشغل الاقباط بقى والاقباط الأمنيين رايحين السماء يا بختهم مش عارفه ايه كانوا بيصلوا القداس الكلام اللي ملوش معنى ده كلام ملوش معنى فيما يتعلق بحياتهم في في بعد الموت هذه هذه ربنا هو اللي بيقررها وهم وعلاقتهم بربنا نحن امام حادث مات فيه ناس مات في ناس لابد ان يكون هناك التحقيق بيبعدوا بالهلوسه الدينيه والهلاوس الدينيه علشان يبعدوا عن الحقيقه، ان في حدث كبير لابد ان تبان في الحقيقه، ان هناك اسئله عديده لابد ان تطرح و... و... ونجد اجابات عليها، بيلهوا الاغباط بعضهم ببعض ب... ب... بالدروشه سواء الدروشه عن قناعه او الدروشه نتيجه ل... لجان الكترونيه امنيه او نتيجه شخصيات قبطيه امنيه بتروج هذه المواضيعات، طب لو انتوا يعني انا اوريكم حاجه مشهدين يعكسوا محنه الاباط كمان محنه وازمه الكنيسه القبطيه في نفس اليوم في نفس اليوم قبل دفن الجثامين قبل دفن الجثامين البابا تودروس التقى بما حاجه بيسموها ما تسمى اتحاد المصريين لا ليس اتحاد مصريين ولا يحزنون اتحاد المصريين في الخارج جايين من امريكا وياخد معاهم صور ويديهم هدايا تذكاريه والأقباط يبحثون عن كنيسة يصلون فيها على زويهم لأن الكنائس في إمبابة صغيرة لا تتسع ل 41 صندوق بدل ما يفتح القدرائية ويعلن الحداد العام ويقول أن كل أنا ألغيت كل مقابلاتي أه قد يقول البعض أن هذا اللقاء فرض عليه من جهاز أمن سيادي طبعا أكيد جهاز أمن سيادي هو اللي مرتب الموضوع ده يعني في تقدير الشخصي هذه الموضوع يعني مع مرتب المقابلات دي ولكن أيهم أهم أرواح الآباط وحزن الآباط والأسر القبطية ولا مقابلة فارغة تتكلموا فيها في السياسة وسمعة مصر في الخارج والكلام الفارغ ده اللي المفروض البابا ما يتكلمش فيه اللي المفروض البابا ما يتكلمش فيه هذا اللي حصل في نفس اليوم بدل فتح لهم وتقابل معهم أين الإحساس بالمسؤولية أين الإحساس بألام الناس ده ده الحد... الشيء الثاني المحزن الصورة اللي نشروها للاسيس اللي كان في القداس والدخان حواليه وكاتبين امين حالا الى النهايه يعني ايه امين الى النهايه يعني ياخد الناس يعني يزود عدد الضحايا نتيجه انه مش راضي مش راضي ينهي القداس وبيطلعوا مصطلح يعني انا بعتبره مصطلح غير مسيحي اسمها حراس الذبيحه هو الاسيس هو اللي حراس الذبيحه حراس الذبيحه يقولك حراس الذبيحه وبعدين زي اللي كانوا بالظبط بالظبط يفرق ايه عن اللي حصل المطوعين اللي سابوا البنات تتحرق وما رضوش يفتحوا لهم يخرجوا، سابوا يفرق ايه؟ هل المسيح جاء ده جاء أريدوا رحمه على ذبيحه، ده هو جه من اجل الانسان، ده السبت عج... جعل من اجل اذا قال اليهود السبت بتاعكم جعل من اجل الانسان، فما بال الاحد اللي هو هو من... اللي هو مات من اجل الانسان وتقولوا حراس الذبيحة ويقولوا أمين إلى النهاية أنا أنا ربنا يسامحه ممكن يكون بقلب بسيط عمل كده لكن هو ارتكب لأنه هلك شعبي من عدم المعرفة ما بين الجهل الديني وما بين تبعية الكنيسة للدولة فيما يتعلق ب البابا تدرس ما فعله البابا تدرس هذا هو المشهد الكنسي المؤلم 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 للأسف الشديد للأسف الشديد حادثة حادثة كنيسة امبابة كشفت عن أمور كثيرة وعرت أمور كثيرة هي حادثة كاشفة زي حادثة مزبيرو في 2011 اكتوبر 2011 هي حادثه كاشفه، حادثه كنيسه امبابه هي حادثه كاشفه، عرت امور كثيره فيما يتعلق بالدوله المصريه، وفيما يتعلق باستهداف كنائس الاقباط، وفيما يتعلق بالكنيسه القبطيه ذاتها وازمتها الداخليه، وازمتها الداخليه ما بين الجهل وما بين التبعيه للسياسه، هذه هي الموضوع، في النهايه في النهايه نعزي جميع الاسر اللي رحلت في هذه الحادث الماساوي نعزي جميع اسر الضحايا نعزي جميع الشعب القبطي في كل مكان في العالم نطلب راحة لنفوس الذين رحلوا نطلب راحة لنفوس كل الذين رحلوا وهم يصلون ولم يفعلوا شيئا ولم يأذوا أحدا يصلون في كنائسهم بسلام ورحلوا وهم يصلون رحلوا وهم بيؤدوا فريضه يعني شيء ديني يؤدوا صلاه دينيه في في كنيسه دينيه كل ده لرحلوا هذا العدد الكبير الغير مسبوق في حريقه في حريق في كنيسه مصريه ونعيد ونؤكد ان كل الملف القبطي مضار مضار من الاجهزه الامنيه ومستهدف من الجماعات الارهابيه الاقباط مضارين وكما قال استاذ في الجامعه الامريكيه الاقباط محاصرين بين مثلث من ثلاثه اضلاع، الجماعات المتطرفه، الحكومه المصريه والكنيسه القبطيه بتشارك في حصارهم للاسف. يعني تعزيه لكل الاسر الذين رحلوا سلاما لارواحهم جميعا سلاما لارواحهم جميعا في عالم الخلود ونتمنى ان ان يكون هناك وقفه حقيقيه من الاقباط أمام مثل هذه الحوادث أشكركم وألقاكم في لقاء آخر مع مجد خل شكرا جزيلا